اي بي جيمنجو فيديو جديد. اسم اي بي مش كلمة، واي حاجة هتلاقيه هنا اخوات بيعملوا كل حاجة. نص مليون قريب وده الهدف، مش هنعمل لما وصلوا لو حتى بعد سنة. وازيكم يا ابطال، عاملين وحشيني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال، بصراحه يعتبر الجزء الثاني من اسوأ رسائل ممكن تظهر لك في لعبه روبلوكس. وفعلا دي يا ابطال هي اسوأ رسائل بتظهر في الدنيا، لان لعبه روبلوكس يا ابطال ما فيش اكتر منها لعبه بتقف في الدنيا. والله بصراحه ما كنتش عايز اقول كده، ولكن يعني لعبه روبلوكس اجبرتني فعلا ان انا اقول كده، لان يا ابطال السنه اللي فاتت واللي قبليها وكمان السنه دي لعبة روبلوكس بتقف بطريقه غريبه، وبسبب كده مبات ومعرفش اللي هو ازاي. ولكن الحاجات دي يا ابطال في تحقيقات تانية. خلونا يا ابطال دلوقتي عشان مقطع النهارده هنشوف بجد رسائل كلنا اول مره نشوف. متحمسين جدا لفيديو النهارده؟ وانا كمان متحمس. انزل الحين حط لايك للفيديو واشترك في القناه. يلا يا ابطال دوسوا اشتراك عشان نوصل 250,000 مشترك، ربع مليون مشترك، والخطه الجايه بقى هتبقى نص مليون. يلا بينا يا ابطال. طبعا يا ابطال في اخر مقطع المفروض انا عملته عن الموضوع ده، اخر حاجه يا ابطال كنا شفناها وهي الرساله دي. والرسالة دي يا ابطال بتظهر لك في متصفح جوجل كروم لما تدخل على لعبة روبلوكس ويحصل فيه مشكلة، وغالبا الرسالة دي بتطول شوية معاك. والرسالة دي يا ابطال اللي اسمها ان ايرور بليز تراي اجين. الرسالة دي بصراحة انا شخصيا اول مرة اشوفها. الرسالة دي بتجيلك لما بيكون في محاولة اللي انت بتحاول تدخل على لعبة روبلوكس ولكن عن طريق الفي بي ان. وطبعا ما انصحش اي حد يدخل على لعبة روبلوكس بالفي بي ان، لان ده بصراحة حاجة غلط جدا. لان المفروض لما تيجي تدخل على لعبة روبلوكس بالفي بي ان بيحصل مشكلة كده في الاي بي، الاي بي بتاع الجهاز بتاعك بيتغير، ولعبه روبلوكس ما بتقدرش تحمل حاجه زي كده او تفهم اصلا. فبعد اذنك لو بتستخدم في بي ان ما تستخدموش اصلا. ايه الرساله دي يا ابطال؟ والرساله دي ليها علاقه بموقع روبلوكس ومين مشكلات روبلوكس، ملهاش علاقه بيك خالص. اما الرساله دي يا ابطال تقريبا ليها علاقه بمبات جوه لعبه روبلوكس، لان بيقول لك فيلد تو لود جيم بسس بليز تراي اجين ليتر. يعني بيقول لك يا باشا تعالى في وقت تاني. بيقول لك دي بتجيلك لما بيحصل فشل في طلب استرداد تصاريح اللعبه، وده بيكون بسبب خلل في اتصال النت او مشكلات روبلوكس المعروفه. عايز اقول لكم يا ابطال لو اي حد في مقطع النهارده بيظهر له فعلا اي رساله ينزل تحت في الكومنتات ويقول لي ايه الرساله اللي بتظهر. ايه الرساله دي؟ الرساله دي بيقول لك انه غير قادر على معالجه الطلب، وان انت مش هتقدر توافق على طلبات صداقه تاني تقريبا. لان انتوا طبعا يا ابطال عارفين ان موضوع طلبات الصداقه يعني اخرك جدا يكون عندك في الحساب 200 صديق مستني جدا يا ابطال على نار فعلا. التحديث اللي هم قالوا عنه ان كل حسابات روبلوكس فعلا هيكون كلهم عندهم الاصدقاء لا محدود. عايز اقول لكم ده هيبقى عندي 50,000 صديق والله، وكلكم حرفيا تدخلوا عليا جوين. ايه ده؟ صح، انا نسيت دي لعبه روبلوكس تموت فيها. ايه الرساله دي؟ الرساله دي بيقول لك ان هم بيواجهوا مشكله في اتمام عمليه الشراء، وتقريبا دي بتظهر لك لما تيجي مثلا تشتري اي حاجه، سواء مثلا تيشيرت او شورت او اي حاجه من لعبه روبلوكس من افاتار شوب. يعني رساله خطا 2006، رساله بصراحه اول مره اشوفها. والرساله دي بتطلع اكتر من شكل واكتر من منظر، كل سنه بتتحدث. والرساله دي بيجي يقول لك ان عذرا للاسف في مشكله في لعبه روبلوكس بسبب ضعف الاتصال بالانترنت، او تدخل وتجرب من متصفح تاني. غالبيه الرسائل حرفيا يا ابطال اللي معانا تعتبر يا ابطال ليها علاقه بالانترنت. لان يا ابطال يعني انا مش عارف، يعني مثلا لما لعبه روبلوكس بتيجي بتقف عندنا هل بيبقى سببها الانترنت؟ مستحيل اصلا. هنا يا ابطال الرساله دي ليها علاقه بالافاتار شوب، وبيقول لك ان صفحه الصوره الرمزيه مش موجوده دلوقتي، ولكن هي موجوده بس في لاج عامه. صوره ابطال ثانيه، والصوره دي يا ابطال متعلقه بالايتمز بردك والحاجات والملحقات اللي احنا بنقدر نشتريها ولعبه روبلوكس بتوفرها لنا. اما الرساله دي بجد حزينه، لان الرساله بيقول لك لما تيجي تبعت طلب صداقه في حساب روبلوكس بتاعك لحساب تاني، بيقول لك ان المفروض ان الشخص ده وانت بتبعت له طلب صداقه بيقول لك للاسف يا باشا الشخص ده عامل لك بلوك، معنى كده انك مش هتعرف اصلا تصاحبه. ودي حاجه بالنسبه لي حزينه بصراحه. ايه الرساله دي؟ الرساله دي بيقول لك ان المفروض مش هتنفع تدخل على الماب، لان المفروض ان الشخص ده عامل سيرفر في اي بي، سيرفر خاص يعني. ايه الرساله اللي حجمها صغير قوي دي؟ الرساله دي بيقول لك اللي انت اصلا معاك اللي انت عايز تلبسه ده، والرساله دي بتظهر لك لما انت بتقعد كل شويه تدوس على الايتم كده. الرساله دي حرفيا اشهر رساله في لعبه روبلوكس، اكيد كلكم عارفينها. والرساله دي بيقول لك فشل تحميل التجارب، والرساله دي بتحصل لما مش بتتمكن الخوادم من تحميل تجارب المستخدم الاخيره. يعني لما تدخل على كذا حاجه كتير 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 حرفيا لعبه روبلوكس بيحصل في دماغها كده لاج. ايه ده؟ ما بوراحه يا عم انت مش داخلك على حاجه. لعبه روبلوكس بصراحه غريبه جدا يا جدعان، بقت بتقف من اقل حاجه ومن الضغط بس ابطال بتقف. امال تخيلوا بقى لو اللعبه اتشهرت زياده عن اللزوم. حرفيا ابطال
هنختار في اكتر من نوع من الرسائل اللي ظاهره قدامكم دي. اول رساله اسمها كونكشن ايرور، والرساله دي متعلقه ببطء النت او كده، وبتظهر الابطال بشكل تاني ولكن الشكل ده عمره ما ظهر لي، والشكل الثالث ده بردك عمره ما ظهر لي. الصوره دي بردك يا ابطال ليها معنى كبير، انا عارف ان انا جبتها قبل كده ولكن في كلام نسيت اقوله عنها. المفروض يا ابطال بيقول لك اكسبيرينس فيلد تو لود، يعني مش قادر اصلا يحمل اي حاجه في المبات اللي عندك، وده يا ابطال بيكون ضغط سيرفرات. وغالبا يا ابطال هو ده الموضوع اللي اصلا بيحصل في لعبه روبلوكس في الايام دي، ان كل شويه ابطال لعبه روبلوكس بسبب ماب بيت سيميليتور اكس بيحصل الموضوع ده. كل ما يحصل اي تحديث في ماب بيت سيميليتور اكس تقريبا كده كل سبت. فعلا يا ابطال الرساله دي بتظهر لنا حرفيا يا ابطال. الموقع اللي انا جايبه ده بجد بجد جايب لي كميه رسائل مهوله، احنا على كده نعمل مليار جزء بقى للفيديو ده. ولكن يا ابطال حرفيا الرسائل دي مش جديده، الرسائل دي كلها قديمه، ولعبه روبلوكس اصلا مع بدايه سنه 2023 تقريبا كل الرسائل دي ما بقتش تظهر لنا. ولكن يا ابطال بدا يظهر منها حاجات بسيطه بس. هتيجي تقول لي يا بلال ما اللعبه كل شويه بتقف، اقول لك ايوه يا بطل هي فعلا بتقف، ولكن مش كل الرسائل دي بتظهر لنا، هي رساله او رسالتين او ثلاثه وبس يا باشا على كده. بصراحه مقطع النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهرلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. وبس كده، يبقى جيمنج ابطال الجيمنج وي سلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه اديله اوه.